لا لا، لقد وصلت طلبيتي الملونة الخاصة بي. ماذا تفعل؟ هل هذه زينة لسيارة؟ بالضبط، سيكون لدي سيارة قوس قزح. ما علي سوى تعليق هذه السجادة الناعمة بألوان قوس قزح، وسوف أغطي كل سيارة. لا أريد أن تكون سياراتنا متماثلة. قوس قزح على العجلات أيضاً، وهذا القرن. أوه أنيت، سيارتك ساحرة ومدهشة. وينزداي، كيف حالك؟ أنا لن أعلق حتى على هذا الجنون الملون، لكن لدي فكرة. سأقوم أيضاً بتزيين سيارتي بأسلوبي، يبقى أن أطلب ما أحتاج. واو، وصلت الطلبية بالفعل؟ هل هو بخير؟ إنه شاحب نوعاً ما. نعم، إنه كوينتين، يعمل لدى دراكولا. شكراً كوينتين. إذن لنرى. البخاخ الأسود خياراً جيد لطلاء سيارتي بسرعة بلوني المفضل. اللون الأبيض هذا يبدو فظيعاً. الآن هذا أفضل، وبالتأكيد أحتاج إلى إكسسوارات. أريد سيارة مصاص الدماء. دعونا لا ننسى أهم شيء، الأسنان والأنياب. الآن السيارة تبدو مخيفة، وهذا هو المطلوب. أي، ما هذا الرعب؟ سيارة وينزداي بشكل جديد. أنيت، سيارتك جميلة أيضاً، لا حاجة للشجار. أنيت، طلبت شيئاً مجدداً؟ نعم، إنها تفاصيل لتزيين داخل سيارتي، وإلا فهي مملة. سأضع هذا البساط الملون على المقاعد. أوه، كم هم ناعمون ومشرقون. وللمقاعد الخلفية أيضاً، لأن لدي الكثير من الأصدقاء يجلسون في الخلف. أعتقد سيحبون ذلك. لا أنسى غطاء عجلة القيادة. كل شيء سيكون بنفس الأسلوب. سأزين كل شيء. وهنا سيجلس هاجي واجي. وهنا أضع قوس قزح. ولا أنسى ألعاب اللينة، ستجلس في الخلف. بقي القليل وسيارتي ستكون جاهزة تماماً. واو أنيت، سيارتك من الداخل تبدو مذهلة فعلاً. لن أترك الأمر هكذا. أنا أيضاً سأغير التصميم الداخلي لسيارتي، ستكون أكثر روعة. أضع سجادتي السوداء على المقاعد وبعض الوسائد السوداء. وهنا هاجي واجي المفضل لدي بالأسود طبعاً. ولا أنسى غطاء عجلة القيادة. لم يتبقى سوى القليل وسيكون كل شيء جاهز. ألصق زوجين من الخفافيش هنا. وهنا سأعلق صديقي. بالمناسبة اسمه جاك وهو مضحك. نضع الهدايا من والدي هنا، جمجمة وعنكبوت. ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ وينزداي، لدي قشعريرة من هذه التصاميم. أوه، هل هذا صديق آخر لك؟ نعم، إنه بوب لكنه نحيل فقط. أي، هل هو عيد الهالوين؟ صديقي يرسل تحياته. إنه وحش مخيف، خبئوني. وينزداي، ماذا تفعل هناك؟ شيء، أعطني المفتاح. هيا، لا تتكاسل بسرعة. شكرا. إذن وينزداي، ماذا تفعلين؟ هل يمكنك أن تخبريننا؟ أوه أنيت، مرحبا. لدينا وينزداي هنا تصنع شيئا ما، لكننا لا نعرف ما هو بعد. نعم، سأخبركم بكل شيء. شيء، أعطني المفتاح. هاي، أين الشيء؟ سوف أجدك أيها الكسول، إنه لا يريد العمل. عندما أطلب المساعدة يهرب. أين أنت؟ لن أصرخ عليك، فقط أنا غاضبة. هيا دعني أراك، أين أنت؟ إنه ليس في أي مكان، لقد ذهب. شيء، عندما أراك سأرسلك إلى والديك. وما هذا الدور في منتصف الشارع؟ غريب، لماذا هناك دور؟ أنيت، ماذا يحدث؟ مرحبا وينزداي، افتتحنا أنا وشيء صالون تجميل في صندوق سيارتي، ما رأيك؟ افتتحتم ماذا؟ شيء، ميؤوس منك. إذن لم أقلم الورود منذ فترة طويلة في صندوق سيارتي. أعتقد حان الوقت للقيام بذلك بينما لدي وقت فراغ. رائحة الورود رائعة جدا، ستحبهم أمي بالتأكيد. والآن وقت إطعام صديقي الصغير أرنبي. أوي، وينزداي أخفتيني. انظري كم هو جميل. جميل؟ إنه أبيض جداً.
لنذهب ونرى ماذا لدي في صندوق سيارتي. بكل سرور. هاي، حفلة عند وينزدي. إذن ماذا لديك؟ توقفي، عليك إغلاق عينيك. حسناً، لدي فقط وشاح ملون، لذلك أنا أحب المفاجآت. أوي إينيت، لن تعجبك هذه المفاجأة. كل شيء هنا يبدو مخيف جداً ومقزز، حتى إنه صندوق سيارة وينزدي، فلا شيء غير متوقع. إينيت، تحملي، سيكون الأمر مخيفاً جداً. آمل أنه إذا لم تحب الثعابين ستحب الفئران. ماذا يوجد هناك؟ شيء ناعم، كم هو ممتع. وينزدي، أنا حقا أحب المفاجآت. لا تخبريني أبدا. أوي انتظري، ما هذا؟ كنت لأظن أنه ثعبان، لكن من أين سيأتي الثعبان؟ أوه لا، هذا مرعب، إنهم جرذان وثعابين. وينزدي، كيف يمكنك ذلك؟ نعم وينزدي، كيف يمكنك؟ أوه وينزدي، ستعزف على التشيلو الآن. كنت أرغب في الاستماع إليها منذ وقت طويل. ما هذا الرعب الذي يأتي إلى أذني؟ أطفئي هذا. فقط إينيت تستمع إلى هذه الموسيقى المريعة. لا أتمنى هذا حتى لألد أعدائي. من الجيد أنني اشتريت مكبرات صوت جديدة لصندوق سيارتي. بوب، دعنا نظهر ما هي الموسيقى الحقيقية. أوه، لدينا معركة موسيقية؟ لنرى كيف ستجيب إينيت على هذا. ماذا؟ موسيقى مرعبة، إنها وينزدي مع التشيلو. لقد أخفت صديقتي. وما هذا أيضاً؟ شيء، أنت دي جي؟ لقد علمتك سيمفونيات أكثر هدوءاً وكلاسيكية. أعتقد أن هذا جيد، حتى أنني أريد أن أرقص. هيا وينزدي. حسناً، أعترف أن هذه الموسيقى جيدة. الرقص عليها ممتع حقاً. يا فتيات، هذا مذهل، جمعتكم الموسيقى معاً. شيء، أنت دي جي عبقري. أعتقد أنه سيكون ممتع جداً. دعونا نفتح حالاً. فيتا، أنت تبدأي. أوه لا، يا لها من بداية رهيبة. أود أن أقول أنها شائكة. هل يجب أن أكل هذا الصبار؟ إنه مخيف جداً، سأؤذي نفسي بالتأكيد. حسناً، دعونا نأمل الأفضل. أوكي. أيو، كم هذا مؤلم، ربما يكفي. بالطبع لا، كلي بسرعة. يبدو أن لدي فكرة. لماذا أؤذي نفسي بينما يمكنني قطع كل الأبر؟ لدي كماشة مثالية. تادام، الآن لا يجب أن أعاني من كل قضمة. آمل أن يكون الصبار لذيذ على الأقل. حسناً، كيف؟ أكلته بسرعة كما لو أنه لذيذ. لا، لا شيء من هذا القبيل، إنه مقرف. مقزز. حان دوري الآن للفتح. لا السيدات أولاً، على وعلى ذلك لدي آيس كريم لذيذ، أحتاج إلى أكله بسرعة. أوه. فيتا، أين أخذت الآيس كريم خاصتي؟ أعيديه. لا، كما ترين، الكرات المستديرة يعني أنها لي. أعرف كيف أصلح الوضع. بعد هذا الدفء ستتحول الكرات إلى سائل، وبسبب الشكل المثلث للقرن ستكون المادة ملكي. كم هو لذيذ. سأكون آسفة جدا لو أعطيتك الآيس كريم. رائع جدا. شهي. أليكس، يمكنك الآن فتح الغطاء الخاص بك. أوكي. واو، يا له من جمال، هذه شطيرة شهية، تجعلني أرغب في التهامها في أسرع وقت. من الجيد معرفة أنني لست مضطر إلى المشاركة مع أي شخص. كل شيء لي. تقول كل شيء لك. لدي خطة، أنا أيضا جائعة. أليكس، فيتا تنادي. الآن ستساعدني سكين في تحويل الشطيرة المربعة إلى مثلثين. سامحني يا أليكس، لكن كان علي فعل ذلك، كما تعلم أنا جائعة أيضا. أوه حسناً، دعونا نرى كم ستحب الشطيرة مع الفلفل المثلث. أعتقد أنه سيكون مرح جداً. كمان. لذيذ، إنه لأمر مؤسف يا أليكس أنك لست أنت من تأكل السندويشات. أوه لا، ليس من المؤسف على الإطلاق. من الواضح أن هناك شيء خاطئ. من أين أتى الفلفل؟ ساعدوني. أوه.
لدي شيء للمساعدة في إخماد نيرانك. هيا اشربي. من فضلك أعطني هذا السائل بسرعة. أوه، ماذا شربت للتو؟ يا له من عرض. دعونا نرى ماذا لدينا في هذه الجولة. جيتا عندها شيبس، لكن ماذا عني؟ آمل أن أكون محظوظاً أيضاً. أوه لا، لست كلباً لآكل طعام الكلاب، لا أريد فعل ذلك. أنت لست مضطر لذلك لأنني سأكل أولاً. أريد أن أتناول هذا البطيخ بسرعة. كم هو الشهي، فقط مناسب ليوم صيفي حار. أنا أعلم كيف أحضر لنفسي بعض البطيخ بملعقة خاصة. كيسي أمسكي هذه الملعقة، ستجعل الأكل ألذ. شكراً لك. هذا حقاً مريح. الآن فقط هذا البطيخ لي، لأنك قطعتيه إلى قطع مستديرة. انظري عن كثب في المرة القادمة. أعتقد أن قصة البطيخ ستعلمك الكثير. نعم سأريك الآن، خذي هذا. بدون فائدة، يمكنك رمي بقدر ما تريدي. في غضون ذلك سوف أتناول البطيخ. بسببك لم يتبقى لي شيء من هذا البطيخ. على الرغم، بعض بقايا الطعام سوف أكلها دون مساعدة أحد. انتهيت. فيتا، حان دورك. أعتقد أن الشيبس سيكون لذيذاً جداً، خاصة البرينجلز. أنا فقط أحبهم. أنا أيضاً أحتاج إلى حرمان فيتا من الشيبس. من الجيد أنني أحتاج إلى فقط هذه العبوة لهذا الغرض. غريب، لماذا هي فارغة؟ أين كل الشيبس؟ أوه، من تجرأ على تفتيتهم هكذا؟ الشيبس لذيذ بأي شكل، لكن علي أن أكل طعام الكلاب. هذا مقرف، حتى أن رائحته كريهة جداً. يبدو أنني سأمت منه، ربما لن أكله. ماذا سوف تأكله؟ فقط انظروا كم هو قبيح. على الأقل سأحتاج إلى التجريب. مقرف رهيب، مقزز. يجب أن تأكل طعام الكلاب بأطباق خاصة. قل شكراً لأنني أحضرت واحداً لك. نعم شكراً. الطعام يبدو أسوأ في هذا الوعاء. أنا فقط لا أستطيع أكله بالملعقة. سوف أساعدك. الشيء الرئيسي هو عدم التحرك. سأطعمك على أي حال. خذ هذا، هل تحبه؟ مقرف، لم أجرب أي شيء أسوأ في حياتي. أتعتقدون أن هذا مضحك؟ الآن سوف أريكم ما هو المضحك حقاً. كيف تجرؤ؟ ستصبح رائحتنا مثل الكلاب. يا فتيات، من برأيكم سيكون محظوظ هذه المرة؟ الآن سوف نكتشف. بالتأكيد ليس أنا، لكنني محظوظ. أنا أحب السوشي. أنا أيضاً لدي شوكولاتة. إلى جانب ذلك، إنها لذيذة جداً. من الصعب جداً العثور عليها في المتاجر، لذلك هي قيمة. أعلم أن الجميع هنا يسيل لعابه بالفعل، لكنني لن أشارك. إنه فاتح للشهية للغاية، وأيضاً لذيذ. أريد أن أتناول كل الشرائح المثلثة بسرعة. إنه لأمر رائع، علي أن أظهر للشوكولاتة بعض حيال الكاراتيه. انتهيت. الآن الجميع يعلم أن كيسي يمكنها الرد. الآن سأريكم خدعة، امساك الشوكولاتة بفمي. لكن هذا ليس كل شيء. الجميع يستطيع التقاط شريحة واحدة، لكن عدة شرائح أكثر صعوبة. ولم أتمكن من التقاط أي واحدة، يا له من عار. هيا، الشيء الرئيسي هو أنه يمكنني البدء في السوشي. أولاً خذ عيدان تناول الطعام. أوه لا، لم أتمكن أبداً من تناول الطعام معهم. علي أن أتعلم وإلا لن أكل شيء. لكن من يمنعني من استخدام العيدان بشكل مختلف؟ على سبيل المثال، أضع السوشي عليها وأتناوله بهذه الطريقة. إنه رائع ومريح والأيدي نظيفة. ماذا عن المشاركة مع أصدقائك؟ لا، على وعلى ذلك، لماذا تحتاجي السوشي؟ الليمون العصيري جداً في انتظارك. أستطيع أن أتخيل كم هو حامض. مقرف، أبعدوه. لم أكن أعلم أن الليمون يعود مثل القرص الطائر. ابتعد. يبدو أنه مصيرك. ها؟ أوكي. قواعد التحدي الغبية. بالضبط، اكتشفت للتو كيف سأجعل الليمون أقل قرفاً. أحتاج إلى تقشير القشرة.
أسام. أوبس، أليكس، أنا آسفة. على الرغم أن تسريحة شعرك الجديدة تتناسب مع قميصك الأصفر. حسناً، سأتوقف عن العبث، إنه وقت الأكل. أعتقد أن الليمون جعلني أتقلص قليلاً. أحتاج إلى دش منعش. الآن أفضل بكثير. ليس البصل، لا أريد، رائحته كريهة. يا لها من شريحة بيتزا ضخمة رائعة. ولدي بودرة فوارة شهية، أنا أعشقها. آمل ألا تمانعوا إذا أكلت البصل السيء أولاً. أنا حقاً أريد أن أنتهي منه، ولا أريد تركه لوقت لاحق. حسناً، هل هو لذيذ؟ توقفوا عن الاستهزاء به، هذا صعب للغاية. لو تعرفون كم هو مقرف، لو أخذتم قضمة ستتقيأوا. أريد إخراج شيئاً ما. أوه، الرائحة كريهة. أعتقد أننا نفهم شعورك الآن. المعذرة. حسناً، رصدت نقانق دائرية على بيتزا كيسي، هذا يعني أنهم لي. كماذا جميل أن تعرفوا فجأة أنكم تنتظرون لذاذة. وإذا قمت بقص قطعة صغيرة يمكنني جعلها مربعة، هذا يعني أنني سأكون قادر على تجديد طاقتي. الشيء الرئيسي هو عدم جعل يدي متسخة، لأن لدي بودرة فوارة بعد ذلك. كيف تجرؤ؟ ألا تخجلوا؟ هذه البيتزا خاصتي. القطعة مربعة يعني أنها ملكي. حسناً، لم يتبقى لي شيء تقريباً. من الجيد أنهم لم يأخذوا كل شيء، علي الاستمتاع بهذه القطعة. وأنا لدي مجموعة كاملة من البوب. أوكي. أنا مهتم جداً بتناوله، يبدو واعداً جداً. واو، في الواقع رائع. لكن لا تتأملوا، سوف أكله بنفسي. كم هو لذيذ، أنا أريد أكثر. أليكس البخيل سوف يحصل على البودرة على رأسه. هذا أفضل، لتعرف كيف تتعامل مع أصدقائك. مرحبا يا رفاق، أنتم في تحدي جديد في عالم الطهي، تزيين الكعكة. أليس الصغيرة ستعرض لكم الكعكة التي تريدها وعليكم صنعها. إذن أرى أنكم مستعدون، دعونا نبدأ. إذن أنا سأبدأ بالبيض، صحيح جدتي؟ أي، لقد انكسرت بنفسها في وعائي. أزيل القشور ويبقى فقط البيض اللزج. حفيدتي دعني أساعدك، شاهديني وتعلمي. هكذا؟ نعم، أنا أفضل جدة في العالم. إذن أنا أكمل، أكسر بيضتين أيضاً. أليس رائع؟ ماذا الآن؟ السكر، قليل جداً من السكر. لكن جدتي هذه كعكة يجب أن تكون حلوة. سأضيف كل شيء، أتذوق. ماذا؟ أضفت كل السكر؟ نعم جدتي، هكذا ألذ. والآن ماذا أفعل؟ الحليب، نعم، لكن لا أستطيع فتحه. هيا هيا افتح. لا، لقد سقط كل شيء، لكن بقي القليل، لا تقلقوا. وهكذا جاهز. جدتي، سأخذ الدقيق قليلا. لدي دقيق في كل مكان. هل وجهي متسخ؟ يا إلهي، إنه مخيف. حسناً، سأصلح كل شيء الآن، لا تخافي. إذن أعود إلى العمل، أعتقد أن هذا يكفي. والآن أخلط كل شيء معاً بخفاقة. لماذا الخفاقة؟ سأعجن بيدي. هذا جيل الضائع، لا يعرف كيف يستخدم الخفاقة، فقط يلعبون بهواتفهم. جدتي، لماذا الخفاقة؟ هناك خلاط يفعل كل شيء بنفسه. لدي كل أدوات الطهي الضرورية. انظروا إلى عجينتي المثالية الآن. نعم جيد، سأرى كيف عجينتي. كنت أن أنسى الكاكاو، أحتاج إلى إضافته. هل الآن سيكون لدي ألذ عجينة شوكولاتة للكيك؟
أسكب كل شيء في وعاء وأضعهم في الفرن. أوي ظهري، لا يجب أن أنحني هكذا. حسناً، بينما تطهى الكعكة سأحيك شيئاً ما، وأنا سأتناول وجبة خفيفة. لكن انتظروا، لقد خطرت لي فكرة رائعة. سأحول بسكويت أوريو إلى فتات، وبعد ذلك سأحصل على كعكة شوكولاتة رائعة. أسكب الفتات في هذا القالب وأعود إلى العجينة. أصب العجينة في أوعية لتلوينها. سأحصل على عجينة ملونة رائعة، ستكون مشرقة مثلي تماماً. واو، هذا سحر حقيقي. والآن نسكب كل شيء في القالب. أسكبهم بالتناوب لأحصل على عجينة ملونة مشرقة. والآن أخذهم بهدوء إلى الفرن. أضع الكعكة وأنتظر. شيف، لم تنتهي بعد. أوه، كم أنتم هواة ومبتدئون. انظروا هنا وتعلموا من المحترفين. أنا أيضاً ألون بألوان مختلفة، لكن كعكتي ستكون أكبر. أحضر قوالب المستديرة المفضلة وأصب فيها عجينتي الملونة الرائعة. كونوا مستعدين لأن التورت سيكون أفضل عندما يكون جاهز. خلاب، يبدو رائع فعلاً. أوه عزيزتي، خذي، حبكت لك بطانية لكي لا تبردي. أوه عجينة الكعكة، كنت أن أنساها في الفرن. إذن لنرى ماذا لدينا. يا لها من رائحة لذيذة. أوه احذري. المعذرة، لكنني أحتاج الفرن. إذن التورتة جاهزة. رائحتها رائعة. نعم جدا. شيف، انظري إلى هذه البسكويتة الرائعة. جيل، أعطني هذا. كعكتي لن تكون فقط جميلة بل لذيذة أيضا. الشراب جاهز والرشات، والأميرة في مكانها. أوه، علي إحضار كعكتي أيضا. حسنا، كيف حالها؟ أوه، إنها حارة. أوه، كنت أن أحرق أصابعي. الآن أنا أحتاج إلى دهنها بشيء حلو، مثلاً هذا المارشميلو السائل. سأتذوقه أولاً. كم هو لذيذ. متأكدة أن الصغيرة ستحبه أيضاً. أدهن كل شيء بشكل جيد، وفي الأعلى أضيف كل الحلويات المفضلة لدي والشوكولاتة. انظروا، يا له من تزيين رائع. إنها كعكة حلوة للغاية مع شوكولاتة لذيذة. أوهو، حتى الشيف أحبها، رائع. يا إلهي، إنها حلوة للغاية فعلاً، أريد تجريبها الآن. ماذا جدتي؟ أوه صغيرتي، آسفة، بالتأكيد إنه لك. إذن الكعكات خاصتي جاهزة أيضاً. أحتاج إلى إخراجهم. الآن أحتاج إلى فصلهم عن القالب. فقد تحققوا من هذه الألوان الزاهية. وهذا الكريم الأبيض الثلجي. وبمساعدة هذه الأداة سوف أمد هذه الكريمة بالتساوي على كل الكيك وكل الطبقات. أزين ببعض أنواع الرشات الحلوة اللذيذة. هذا يبدو شهي للغاية. الآن أضيف الطبقات التالية. باقية اللمسات الأخيرة، شراب الشوكولاتة. بمساعدتهم سوف أصنع قوس قزح لطيف. ما رأيكم؟ أليس رائع؟ هذا سيكمل كعكتي تماماً. ممتاز، أنا بارعة للغاية. الجميع مستعدون ليبدأ التذوق. واو، ما أجمل هذه الأميرة. وهذا الفستان الجميل. لا أطيق الانتظار لتجريبها. لذيذة جدا. أتساءل ما هو طعم الكيك. أحبه. عزيزتي، وأنا أيضا أحبك. الآن سأتذوق هذه الكعكة. حلويات شوكولاتية لذيذة، أعشقها. واو، يا له من لون في الداخل.
أختي، إنه لذيذ للغاية. كل شيء من أجلك. وهذه الكعكة تبدو جميلة بشكل لا يصدق. وهذا قوس قزح يؤكل. إنه شوكولاتي. الآن أجرب الكعكة. مذهلة، 10/10. إنها الكعكة الفائزة. فعلتها. شيف مبروك. كريم سيكون لذيذ. آيس كريم الفانيلا مع العيون المرميلادية. لذيذ. أعتقد أن هذه المجموعة ستكون شهية. نحن نمزج كل شيء والآيس كريم جاهز. يبقى فقط صبه في الماكينة وأملأ القرن وأرشه بالكراميل الفوار. يا له من قرن لذيذ. من سيختاره سيكون محظوظ. دعونا نذهب لتحضير القرن التالي. آيس كريم البرتقال ومعه قطعة من الجبن العافن. لا أعرف كيف يأكلها الناس. أنتظر حتى يتم خلط كل شيء معا. والآن جاهز. هذا كل شيء. أصب المزيج العفن في الماكينة وأملأ الآيس كريم المقزز في مخروط وأرشه بأرجل الدجاج. هذا يبدو هزلي جدا. الآن كل شيء جاهز. يا فتيات، من ستبدأ؟ حجر ورق مقص. ممتاز، فازت نانسي وتأخذ أجمل قرن. واو، يبدو جميل ولذيذ جدا. وهذا الكراميل المتفجر يدغدغ اللسان. مذهل. لا أستطيع الانتظار أكثر، سوف أسحب بوقي. أوي، ما هذا؟ هل يمكن حقا أكله؟ نانسي، هل تريدي التبديل؟ حسناً. فكرة، إذا كنت لا ترغبين المشاركة سوف أفسد شهيتك الآن. انظري إلى هذه الكفوف. ابتعدي عن آيس كريمي. ماذا فعلت؟ طعمه مقرف. أين سأبصق هذا؟ لا أستطيع التحمل. هذه الحقيبة كانت حقيبتي المفضلة. خذي. آسفة، لم أقصد. إذن ما هي أفكاري الآن؟ بالضبط، سأخذ آيس كريم الفراولة وأضيف إليها قطعة من اللحم الأحمر وأمزج جيدا. جاهز. أصب خليط الآيس كريم مع اللحوم في الماكينة وأملأ مخروط الوافل وأرشه بهذه السمكات الصغيرة هنا. تبدو مخيفة لكن مناسبة. انتهينا، تفضلوا. الآن سأحضر آيس كريم الليمون. ولمثل هذا الآيس كريم أحتاج إلى شيء أخضر ومنعش. إنه الصبار. أولاً سأقوم بتنظيفه من الأوبر، ثم أضع كل شيء في الخلاط وأشغله. جاهز. أسكب هذا الانتعاش الأخضر في الجهاز وأملأ البوق. يبدو جميل. والآن أرشه بهذه الأوبر. لا أرميها بعيداً. ديكور مفيد. يمكنكم التذوق الآن. آني، أنت أولاً؟ لا؟ إذا نانسي تعود وتحل المشكلة. هذا مرعب. إذا لدي شيء لذيذ. لم يكن الأمر كذلك. لماذا هناك أشواك؟ لا أعرف حتى كيف سأكله. لا أريد. هيا تستطيع. هيا. أتعاطف معك آني، لسانك سيؤلمك لفترة طويلة. وأنت نانسي، لماذا تضحكي؟ هل جربت آيس كريم السمك خاصتك؟ لدى آني آيس كريم سيء لكن خاصتك أسوأ. أنا أعلم. لا أصدق أنني أفعل ذلك. وطعمه أسوأ من السمك وكأنه لحوم. لا أستطيع ابتلاع هذا. أحتاج لبصقه. آسفة. إذن لدي بعض الأفكار. سأخذ آيس كريم الفانيلا المفضل لدي وأضيف إليه أسوأ الخضروات، البروكولي. لماذا يأكله الناس حتى لا أعرف؟ أشغله وأخلطهم معا. جاهز. أسكب الآيس كريم النباتي في الماكينة وأملأ مخروط الوافل بهذا الآيس كريم. يبدو أخضرا زاهيا جميل.
والآن أرشته بهذا البيض الصغير، أضعهم على القمة وانتهيت. لنكمل للآيس كريم التالي، سأستخدم آيس كريم الليمون وأضيف إليه السكيتلز الحامضة. أعتقد أنهم مزيج رائع. أشغل الخلاط. يا له من لون وردي جميل. أصب في الجهاز ولا أنسى البوق. سيكون المارميلاد بدلا من الرشات. جميل للغاية. جاهز؟ من ستكون الأولى؟ أين أتريدي؟ هيا. أوهو، هذا يبدو رائعا. نعم، طعمه مذهل. دودة مارميلادية. ألذ آيس كريم على الإطلاق، أحبه. أعتقد أن نانسي تحسدني كثيرا عليه. هذا كان ممتاز، والآن دورك نانسي. لنرى ماذا؟ هل جلست الدجاجة على قرني؟ من أين أتى هذا البيض؟ أعتقد عليك أكله. حسناً، سأجرب. مقزز. لن أصنع هذا الآيس كريم حتى لأعدائي. تريديني أن أكلها بالكامل؟ حسناً، سأجرب. أو لا. فوه، نانسي توقفي عن البصق على آني. أوبس. مرحباً. أهلاً يا بنات، أنا أصنع لكم آيس كريم خلاب، آيس كريم الفانيلا معدل كامل من كرات الشوكولاتة. واو، شغل. سيكون لذيذ. أصب هذا الخليط في الجهاز وأملأ المخروط وأرشه بالقليل من الأوريو. يبدو شهي، أريد أكله بنفسي. لنتابع الآن. آيس كريم الفانيلا المفضل لدي، وأضيف إليه بصلة كريهة الرائحة. سوف تفسد آيس كريم الفانيلا المفضل لدي، لكنني أفعل كل شيء من أجل التحدي. جاهز، أصبه في الجهاز. لا أنسى أن أملأ المخروط وأرشه بهذه الأخطبوطات الصغيرة. ابدأ التذوق. يا فتيات، عليكم أن تشكروا تيد على هذه القرون الجميلة. هاي، أنا أولاً. أي، لا يبدو أن هذا ما أردتيه. آني، دورك الآن. واو، كم هو جميل. آيس كريم الشوكولاتة وأوريو، ماذا يمكن أن يكون أفضل؟ آيس كريم لذيذ جداً لدى آني، وأنا لدي شيء مريح ورائحته كريهة. نعم، علي أن أغلق أنفي. حسناً، سأجربه. سأبدأ مع هذا الأخطبوط. فوه، طعمه مثل شرب الماء من البحر. والآيس كريم رهيب أيضاً. أخيراً انتهت الرائحة. أوي، لا 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 لا. نانسي، لم أتوقع ذلك منك. إذاً ما هي الأفكار هذه المرة؟ أريد أكثر قدر من النضارة، لذلك أستخدم آيس كريم النعناع ومعجون الأسنان. يا له من مزيج. بعد هذا الآيس كريم لا داعي لتنظيف الأسنان. نخلط وأسكب في الماكينة وأملأ قرن الوافل المقرمش. والآن الجزء المشوق، الرشات، إنها مينتوس. التالي سأصنعه من آيس كريم الليمون، سأجعله أكثر حموضة. سأضيف إليه بعض السوائل الحامضة. لا أبخل بهم أبداً. وأشغل. أصب في الجهاز. أملأ كعكة الوافل وأزين هذا الآيس كريم بحلوى توكسيك ويست. أوه، نعم، مناسب تماماً. سوف يتحول وجههم بعد هذا الآيس كريم. من ستكون الأولى؟ تريدون معاً؟ حسناً. واو، جميل. أوافقك. إذن كيف الطعم؟ لذيذ لكن حامض. ماذا عن آني؟ بسرعة جربي. بكل سرور. أوهو، منعش جداً مع النعناع. نكهة النعناع قوية جداً، لكنها لذيذة جداً أيضاً. أوي، يبدو أن لدي أنفاس جليدية. أوهو،